أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. ففنانو أبيان يشاركون في ترميم مسرح كان يسكنه النازحون. يمنية تبحث عن زوجها منذ 3 سنوات. وأخيرا من صحيفة العرب الجديد، حيث تتحدث عن توجه خفي بين الرياض وأبو ظبي لتجزئة اليمن. أهلا بكم. ما أن يقترب رمضان حتى ينهمك سكان صنعاء بالبحث عن احتياجاتهم من المواد الغذائية الأساسية ذات التكلفة المنخفضة، هذا ما تقوله صحيفة الأيام معنونة في تقرير خاص بها. رمضان يدخل ثقيلا عليهم، موظفو صنعاء بلا رواتب والميليشيات ترفع رسوم الزكاة. قالت الصحيفة: يأتي شهر الصيام هذه المرة بالتزامن مع ارتفاع مهول في أسعار المواد الغذائية مع استمرار تدهور الريال اليمني، الأمر الذي حد من قدرة المواطنين على شراء متطلبات الشهر. وبحسب مصادر، فإن أسعار معظم المواد الأساسية في صنعاء والمناطق الأخرى الخاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية سجلت ارتفاعا كبيرا في الأسعار تجاوزت 100% من قيمتها السابقة. ومن ضمن انتهاكاتها لمؤسسات الدولة، سعت ميليشيا الحوثي إلى تشكيل هيئة للزكاة لنهب الإيرادات التي تخص أو تخصص لإعانة الفقراء والرعاية الاجتماعية. عن أول يوم قضاه في سجون ميليشيات الحوثي قبل الإفراج عنه بصفقة تبادل أسرى، كتب يوسف عجلان مقالا قال فيه: أجواء مماثلة، ما زال الآلاف من السجناء يعيشونها اليوم في معتقلات الحوثيين. كنت قد قضيت 5 أشهر في سجن الأمن السياسي بصنعاء عندما جاء أول يوم من شهر رمضان المبارك العام الماضي، وكان قد مر على اختطافي ما يقارب 7 أشهر ونصف. علمنا أنه رمضان من الحوثيين، ويومها كان لنا ما يقارب الشهر منذ أن منعت الزيارات العائلية. أدينا صلاة التراويح ليلة الأول من رمضان جماعة داخل العنبر بصوت 3 من حفاظ القرآن. كان جميلاً أن نكسر عازل المعتقل ونصلي التراويح في وقت تحارب جماعة الحوثيين هذه الصلاة. عند الفجر أحضر لنا الحوثيون سحوراً عبارة عن حليب مغلي بالماء مع الكدم، في وقت كنا قد أعدينا لأنفسنا برنامجاً واخترنا لنا رئيساً لعنبرنا يقودنا خلال شهر رمضان لنكسر رهبة السجن في هذا الشهر الكريم. كان يوماً حزيناً، دموع أثقلها الألم والحزن لبعدنا عن أهالينا وحرماننا منهم، لا تفصلنا عنهم سوى كيلومترات لنكون معهم، نصوم ونفطر ونتسحر بجوارهم، لكن مسلحا قاتلا استخدم قوته ليفرق بين أب وابنه، أم وابنها، وزوجة وزوجها. أفسدوا الفرحة وأفقدوها وسط عائلاتنا، لكن سينقشع الظلام يوما. هل تستطيع الحكومة عمل ذلك؟ ربما يكون منع حمل السلاح في عدن أحد أكثر التحديات التي تواجه الشرعية، ويعنون الموقع بوست. الحكومة اليمنية تقر منع حمل السلاح بعدن. قال الموقع إن رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر وجه وزارة الداخلية بدمج وتوحيد عمل الأجهزة الأمنية وتفعيل غرفة العمليات المشتركة. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستتخذ إجراءات حاسمة لضبط الأمن في عدن والمحافظات القريبة منها، وبما يضمن أمن وسلامة واستقرار المواطن بالدرجة الأولى. وأوضح أن توجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الرب منصور هادي تقضي بسرعة دمج الوحدات الأمنية تحت مظلة وزارة الداخلية ومنع حمل السلاح في جميع أحياء ومديريات العاصمة المؤقتة. في حين تغرق مدينة عدن المجاورة في صراعات كثيرة ويكاد يختفي حضور الدولة بسبب الصراعات، يبدو إلى حد بعيد أن أبيان التي اكتوت بالصراع السياسي والعسكري وحربين تعلمت من دروس أخيرة وقعت خلال السنوات الماضية
ويعلق موقع عدن الغد في عنوان بارز. كيف نجحت أبين في تجربة استعادة الدولة؟ قال التقرير إن محافظ أبين أبو بكر حسين تمكن من تجنيب محافظته انقساما حادا شهدته مناطق جنوبية كثيرة، وذهب صوب استعادة هيبة الدولة وحضورها السياسي. وبعد أشهر تمكنت السلطة المحلية هناك من استعادة كافة مبانيها والانتهاء من ترميمها. وقال التقرير إن إدارة مكتب الثقافة بمحافظة أبين نفذت مبادرة لترميم مبنى خاص بها والمكون من صالة المسرح وصالات الأقسام الأخرى. وقال الموقع إن عملية الترميم وإعادة التأهيل للمبنى شارك فيها الفنانون والعاملون في مجال الثقافة بعد إخراج الساكنين في المبنى منذ عام 2011، ويعد المبنى أقدم صرح ثقافي تم إنشاؤه في العام 1974 على مستوى المحافظات الجنوبية والشرقية. 70 عاما، 70 طلقة في رأس النظام العربي. تحت هذا العنوان كتب إبراهيم نصر الله مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي، مضيفا في أجزاء من المقال: لا يحتاج أحد إثباتا لكي يتأكد أن الشعب الفلسطيني قد قرر ألا ينسى، قرر ألا يموت، قرر ألا يستسلم. فالمعادلة واضحة منذ أن انطلقت ثورته. يستطيع العدو أن يحتل البيت، لكن لن نسمح له بالنوم والحلم في أسرتنا. يستطيع أن يقتني ما شاء من أسلحة، لكن لن تغفو له فوهة. فالمعارك التي انتصر فيها لن تنتهي، وفي كل نصر حققه هناك هزيمة مضمرة. فمنذ 70 عاما انتصر، لكن نصره الظالم سيظل يدمر كل يوم مستقبلا حلم به، وعودة توراتية مجنونة لا تمتلك سوى أقدام أسطورة واهنة. ولأنه أورث خلال السنوات 70 الماضية أجياله الجديدة هزائم أطول، ستعيش أجياله حياتها منشغلة في الدفاع عن النصر الظالم الذي حققه آباؤها وأجدادها القتلة، حتى يكون نصرا كاملا ولن يكون. قبل أكثر من 30 عاما كتبت الأمواج البرية، تلك الأمواج التي تحققت فيما بعد في الانتفاضة الفلسطينية الأولى وتواصلت في الثانية وفي ثورة السكاكين وسواها. وكانت النتيجة خلال هذه السنوات أن عدد الأسوار التي بناها القتلة حولهم تزايدت وأصبحت أعلى، منها الشائك ومنها الأسمنتي ومنها الإلكتروني. وها هي الذكرى 70 للنكبة تفاجئ العالم كله بأن الفلسطيني قادر على أن يحول أمواجه البرية إلى تسونامي حرية لا فرار منه. لم يكن إحكام إقفال الأبواب والنوافذ وتعلية الأسوار في أي يوم من الأيام وسيلة للنجاة، دائما كان وسيلة مؤقتة. وما يحدث هذه الأيام أن الضحايا قرروا أن يحاصروا قاتليهم أكثر. قد يقال الكثير في هذا المشهد التراجيدي الذي تتواضع أمامه الملاحم الكبرى، لكن هذا المشهد يفيض عن حدود معانيه وطبقات هذه المعاني. لا مخرج نجاة للقتلة المتحصنين في بيوت ضحاياهم أبدا. يقضي عبد العزيز العقيلي معلم اللغة الإنجليزية في محافظة المحويت عامه الثالث في غياهب المعتقلات الحوثية دون أن يعرف أحد مصيره أو لماذا تم اختطافه أو التهمة الموجهة إليه، وعنون موقع سبتمبر نت. زوجة المختطف العقيلي المخفي منذ 3 سنوات تناشد الصليب الأحمر. قال الموقع إنه تم اختطاف العقيلي في فبراير من العام 2015 وهو في طريقه من صنعاء إلى الحديدة، ومنذ ذلك التاريخ يعيش العقيلي في ظلمات المجهول وتعيش أسرته مآسي الانتظار. لم يعلم عبد العزيز حتى الآن أن والده فارق الحياة منذ عامين بعد أن كان يتمنى نظرة واحدة إليه، كما أنه لا يعلم أن والدته تعيش مع الحزن بسبب إخفائه المجهول ودون ما سبب معروف. أما زوجته وأطفاله فلا شيء ينتظرونه الآن أكثر من العثور على من ينقل قضيتهم إلى منظمات حقوق الإنسان والناشطين الذين يساعدونهم في الوصول إليه. تناشد زوجة المختطف العقيل الحكومة الشرعية بعمل شيء يخفف مأساة الإخفاء، وتقول: نحن لا نريد أكثر من أن نعرف أين هو الآن
نريد أن نسمع صوته ونطمئن عليه. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المنوعة، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. لا مبرر لوجود قوات عسكرية في سقطرى، هذا ما قاله سفير اليمن الدائم لدى اليونسكو أحمد الصياد، والذي أضاف كما نقلت صحيفة العربي الجديد تناغم وتوجه خفي بين الرياض وأبو ظبي لتجزئة اليمن. قال الصياد خلال حديثه لبرنامج بلا حدود على قناة الجزيرة: نختلف مع الإمارات في دعم الانفصال وإعادة تدوير نظام صالح، وحان الوقت للجلوس مع التحالف لمعرفة ماذا يريدون. وأكد الدبلوماسي اليمني أن بلاده سترسل بعثة دولية إلى سقطرى قبل أن تتحول إلى تراث مهدد. وتساءل السفير اليمني في اليونسكو في هذا السياق عن سبب قيام طائرة التحالف بقصف دار الرئاسة في صنعاء الذي يحتوي على مخطوطات مهمة تتبع الدولة اليمنية، وأضاف قائلا: هذه الحرب العبثية لابد أن تتوقف، وكفى تدميرا لليمن. منظمة العفو الدولية قلقة بشأن عشرات الآلاف من النازحين بسبب القتال، عنوان لصحيفة لوموند الفرنسية. فمنذ بداية الهجوم الحكومي في ديسمبر فر العديد من المدنيين في تهابة من مناطق زبيد والجراح حيس والخوخة للبحث عن ملجأ في عدن، وحذرت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان من أن الأسوأ لم يأتي بعد، خاصة إذا ما وصل القتال إلى ميناء الحديدة الكبير على البحر الأحمر. منظمة العفو الدولية أضافت أنها أجرت مقابلات مع 34 نازحا أفادوا بحدوث هجمات مروعة بقذائف الهاون والضربات الجوية والألغام وغيرها من المخاطر، حينما كانت القوات الحكومية بدعم من التحالف الذي تقوده الرياض تحاول هزيمة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران. راوية راجح وهي إحدى مستشاري منظمة العفو الدولية قالت في التقرير الذي ترجم خصيصا لقناة بلقيس: نحن قلقون للغاية إزاء الهجمات العمياء الظاهرة والانتهاكات الأخرى للقانون الإنساني الدولي، وعلى جميع الأطراف الالتزام ببذل كل جهد ممكن لحماية المدنيين. وإذا كان الأصدقاء ضروريين جدا للإنسان السوي، فإن الأعداء ضروريون لمن يعاني من فائض القوة ونقصان العدالة. هذه فقرة من مقال كتبه خيري منصور في الخليج مضيفا. نشر سموئيل هانتينغتون مقاله في مجلة فورين أفيرز الأمريكية، بدت للوهلة الأولى خارج سياق أطروحته الشهيرة عن صراع الحضارات، وكان عنوانها مثيرا وهو اختراع أمريكا للأعداء. فهم ضروريون ليس فقط تكريسا لنظرية التحدي والاستجابة التي شكلت منطلقا لأرنولد توينبي في قراءته لتاريخ العالم، بل لأنها لا تستطيع أن تكون عاطلة عن العداء. لهذا استبدلت عدوها القديم والكلاسيكي العملاق وهو الاتحاد السوفيتي بأعداء جدد. والمعنى البعيد والأعمق لعبارة الأعداء الضروريون له أبعاد نفسية وتربوية، إضافة إلى البعدين العسكري والسياسي. وهناك من اليونانيين القدماء من تحدث عن اللقاح بهدف تعزيز المناعة، وقال إنه يشمل كل مناحي الحياة الإنسانية، وللسياسة منه نصيب. وينسب إلى ليكورغ مشرع سبارتا التي كانت وما تزال نموذجا لمجتمع عسكري، أنه كان يحرم الشباب من تحقيق رغباتهم، ويدعي أنه بذلك يحافظ على طاقتهم وحيويتهم لأمور أكثر أهمية وجدية.
وفي عصرنا الحديث كان الطغاة هم الأكثر شغفاً باختراع الأعداء حتى في حالة عدم وجودهم لصرف الانتباه عن الأزمات الداخلية. ويعتبر ستالين نموذجاً لأنه أراد من خلال اختراع الأعداء خارجياً ومحلياً أن يحول نفسه إلى بطل يناط به وحده خلاص البلاد والعباد. إن فلسفة اختراع الخصوم لها هدفان على الأقل، أولهما إشغال الرأي العام وتصدير الأزمات، وثانيهما الحفاظ على أعلى درجة من التوتر وعدم الاسترخاء. لكن هذه اللعبة باتت الآن مكشوفة بفضل علماء النفس والاجتماع، ومنهم من قام بتفكيك ظواهر في الأنظمة الشمولية ليتوصل أخيراً إلى أنها تبحث عن أساليب تحشد الناس من حولها بحيث ينشغلون عن واقع آسن بما هو أقرب إلى التخيل والوهم. موقع شبكة البي بي سي يقول إن فيديو لمغني الراب والموسيقي والممثل الأمريكي دونالد غلوفر المعروف فنياً باسم تشالش كامبينو حقق أكثر من 100 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، متصدراً الأغاني 100 الأكثر رواجاً في الولايات المتحدة. أما لماذا حقق الفيديو هذا النجاح الكبير؟ فلأنه يتناول قضايا سياسية مثل العنصرية والفظائع السياسية والعنف الناتج عن استخدام السلاح في أمريكا بطريقة صريحة غير مسبوقة. تستغرق مدة الفيديو 4 دقائق، ويبدأ بظهور غلوفر وهو يرقص عاري الصدر بلا قميص في مستودع كبير مغنيا نريد أن نحتفل ونحن فقط نريد المال. غلوفر يشهر فجأة في الفيديو بندقية يدوية من جيب خلفي في بنطاله، ويقتل رجلا مقنعا يجلس على كرسي، ويهبط صوت الموسيقى الثقيلة المنذرة بالشر قليلا ليغني غلوفر هذه أمريكا، نعم هذه هي أمريكا، بنادق في منطقتي. وفي مقطع آخر من الفيديو يقتل غلوفر جميع أفراد الكرسي المتشحين باللون الأسود في تتابع فسره بعض المعلقين بأنه إشارة إلى مقتل 9 من السود من مرتدي الكنيسة على يد أحد المؤمنين بسيادة البيض في مدينة تشارلستون في ولاية ساوث كارولينا. وينتهي الفيديو الذي أخرجه هيرو موراي بفرار غلوفر من بعد أن نكبه الإرهاب من جماعة من المشاغبين الذين كانوا يريدون فيما يبدو يريدون قتله. عاشت حياتها متسولة معدمة بائسة، لكنها وبحسب صحيفة المرصد غادرتها تاركة ثروة لعائلتها لا تخطر على بال أحد ممن يعرفونها. جنتها من التسول والتسكع واستعطاف المارة في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت. اعتادت النوم في سيارة قديمة في منطقة البسطة ببيروت واتخذتها كمنزل لها للسنوات. هي فاطمة محمد عثمان التي كانت تعاني إعاقة جسدية، فارقت الحياة في منطقة الأوزاعي وهي من بلدة عين الذهب بعكار. خبر وفاة المتسولة المشهورة تصدر اهتمام اللبنانيين على وسائل التواصل الاجتماعي، وزادت شهرتها بعدما تبين أن المتوفاة بحوزتها ثروة طائلة. ووفق شهود فقد عثر على مبلغ 5 ملايين ليرة لبناني نقدا، أي أكثر من 3300 دولار، خبأتها المتوفاة بين أغراضها الشخصية فضلا عن دفاتر بنكية وحساب بنكي آخر بقيمة تجاوزت 1 مليون دولار أمريكي. وعن أطول وأقصر ساعات الصوم في العالم تذكر صحيفة البيان جزر القمر أقصر الدول في ساعات الصوم خلال شهر رمضان 2018 بمدة تبلغ نحو 12 ساعة و37 دقيقة، والجزائر أطول الساعات بنحو 15 ساعة و45 دقيقة، وذلك على مستوى الدول العربية. أضافت الصحيفة عدد ساعات الصيام ستكون في الصومال 13 ساعة و27 دقيقة، واليمن 14 ساعة و7 دقائق، وفي السودان ستكون ساعات الصوم 14 ساعة و8 دقائق.
أما على مستوى العالم أو دول العالم فإن كندا تأتي على رأس أكثر الدول في عدد ساعات الصيام بنحو 19 ساعة وسبعة وخمسين دقيقة، وإيسلندا 19 ساعة واثنين وعشرين دقيقة، والنرويج 19 ساعة، والسويد 18 ساعة وستة وخمسين دقيقة. اختيارات البي بي سي لبعض أفضل الصور الإخبارية التي التقطت حول العالم خلال هذا الأسبوع، نتابعها معكم بجولتنا المصورة لهذا اليوم. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، نلقاكم غدا على الساعة 4:10. رمضان كريم ويحل عليكم بالخير واليمن والبركات. نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير، إلى اللقاء.